دخلت في السواق اللي صار 500 واللي هو صار قبل الجامعه. يا اخوان السواق اللي صار بين مين؟ اخوان المسلمين 500 ومين؟ واليهود. واليهود ان يكون ايش؟ شيخ حقيقي. شيخ حقيقي، شيخ اسلام ولا؟ شيخ اسلام. شيخ اسلام حقيقي. اخوي نصراني. نصراني. اخوي قسم مني مؤمن قسم مني نصراني. اكون حخام حقيقي. حخام حقيقي. حخام حقيقي. ثالث اكون ايش؟ حكايته. حكايته الخام، حكايته الخام. حكايته الخام. شو اسمه؟ نسيت حخام. حخام دقيقة، شيخ حقيقي. حخام حقيقي. ونصراني فالسو. نصراني صالح يعني نصراني يقول نصراني. مش بابا يعني. مش بابا لا نصراني. يعني في نص مؤمن نص ايش؟ نصراني. نص نصراني، نص مؤمن نص كافر. نص مؤمن نص كافر. وحخام شيخ اسلام حقيقي. شت كيف فيك نص مؤمن وش شت؟ يعلون يعلون في يعني نص مؤمن خلونا حخام. شكون السابق خلونا نص مؤمن يعني مع اللي شو مع الـ مع الـ مع شو اسمه؟ مع اي موجه بتكمل؟ مع اي مع مع الطايح رايح معناته انا بقول لك شو عملوك انت ناسي. شيخ اسلام اصلي. حاخام اصلي. وبابا فالسو. ومنيك حقيقي. منيك حقيقي. هاي الاتفاقيه اللي صارت. وهذه اللي صار لي اسبوع بخاف زي المجانين، اسبوع بخاف ايش؟ زي المجانين. حطموني 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 حطموني. جد حطموني. وقالوا يطلعوا قرد من راسي يطلعوا ايش؟ طلعوا العبيط. القرد واللي شو اسمه والوالدي والمستجرة. مين القرد هذا؟ العبيد قصدك؟ قرد قرد العبيد. في قرد في قرد يا شادي. عبيد صح ولا لا؟ انا كعقلي العكس. عقلي ايش؟ عكس العكس. عندك سيجارة جولد جوست؟ في ولا ما في؟ في يلا ندخل سيجارة مع بعض مع اني تركت. بس متعة الحديث معك حلو حلو بدها سجارة صحة تفضل يستمع لك شادي يستمع لك يا شادي خاف اطلع منك يضربوني ايش؟ ضربي هاي ضربي هاي بس مش مشان مش مشان انت كنت تزعل انه مشان متع النسوان مشان ايش؟ بدو يعملوك منيك حقي عشان تمتع النسوان مش مشان انت كنت تزعل مش مشان انت كنت تزعل مشان ايش؟ بس راح تنتهك من طيسها كده صورة مانية فيش مجال لا والله حيث تقول بحاول نيكني السيم اعدام بحاول نيكني اعدام بس ما انت مانيك حقيقي بس مانيك النسوان في نسوان تتعلمون هيك كيف احنا في نسوان 19 اخو عرف الشيخ في نسوان 19 شيخ الخائق اخص مسلمي والزواج الاخ مسلمة يعني الزواج راح نسلم الا اكون ايش مسلم وشان يبتعوني مع شرمية أمريكا عملوني إيش؟ شرمطة منك ولا شرمطة منك مين اللي زوج شرمطة؟ منك بهني بهني إذا بس شيء انكشف ال وسط الصوص انكشف البيرة وطلع حلو حلو مين زوج شرمطة؟ مين يا؟ مين بحب لا مع شرمطة؟ مش لا مع شرمطة بزوج شرمطة جوزها جوزها رحمة الله عليك يا عبد طب الشرموطة ايش مبدأها عندك؟ يعني هاي اللي بيحكوا عنها شو بتكون أي واحدة شو كيف تكون حياتها؟ أي واحدة الشرموطة اللي بتجوزها المني الشرموطة اللي بتجوزها المني شو بتكون يعني شرموطة ستريبتيز بروتست شرموطة تنتهي وانت مثلا رايح وجاي يعني بدفع مصاري يعني ايش بروت أو تنتهي بروتست تنتهي مصاري أو ايش بروتستيوت بروتستيوت بهني بروتستيوت بروتستيوت هذه اللي تنتهي من تزوجها مصاري اللي بتنيك بس مشان متعتها متعة وكيف مصاري يعني متعة وكيف يعني بايع طيسها وقصها لل أو بتنيك بغير مصاري أو إيش أو بتنيك أي واحد رايح مين بتهاي بدها واحد منك بهنيك يا شادي بهنيك والشيخة شيخة بدها شيك بهنيك والحخامة الحخامة بدها خواجة حخام مثلها بهنيك كل نوع بحب جنسه إلا أنا ركب على الجميع إلا شغال إيش على الجميع يا حظك يا شادي يا حظك يا حظك يا شادي تي في يا بس بنجلس تحوى بس خمس دقايق بس خمس دقايق يعني بس خمس دقايق عشر دقايق انت ايش امريكي بحت لا بتغيروه بتغيروه بتغيروه
تحضروه فرد عليه. الدويل الدويل يسر أعطيك يا ولد بني حيث هيك تمام. جد أخذتها؟ أخذتها يوم الأحد. يوم الأحد أخذت إبرة. بس محلها الآن إيش؟ محلها الآن بقول لك. ما أنت ضربت حالك؟ لا مش أنا ضربت عند واحد. عشان أنا أعطيها. دكتور. ليش ما أنت صرخت حالك؟ الدكتور ما كانش عندي إبرة. ما كانش. اشتريتها منه هو اللي أعطيها. اشتريتها منه إيش؟ هو اللي أعطاك. يعني ما أتحكم. تبع زمردة؟ لا مش زمردة اشتريتها منه. صبح خليلي هيك فاكر دكتور ما غيره صبح خليلي عرفته عرفته جيت رحت عليك علينا مره وصلتك علينا ما كان ماشي شفتوه لا ما شفته ليه ما طلعت معي شفتوه ما شفته ليه ما صح ليش انت شت هاي جابت لي مفعول جميل مرب البيت شت صوتك يعني عطك عطني شو والثاني هاي عطت القحاسه هاي عطت مرب البيت زي عطت شعوري كل هاي اللي مسكت ال ضربت الاصطفاء ضربت ايش عشان هيك قلت انتهى وانا كمان حكيتها اخ عمر بالنسبة للناس اللي قابلتهم بأمريكا وهون وفلسطين أقوى مخ قابلته حسيت إنه أقوى مخ مين؟ صدقاً أقوى مخ إسحاق شمير لا أنا بدي من الناس اللي عشرتهم يعني قالت إسحاق شمير هو هجمنا التلفزيون ما بعرف من اليهود والعرب يعني زي قابلتهم لا بس إنه هاجمك يعني أنت تعرف جربت قوة مخ شو رأيك؟ عندك السولجر والعرب تاوي سوي عذاب بعدين سجني أنت سوي عذاب عنتاوي أنا بعدين سجني أنت سوي العنتاوي أقوم السجى عنتاوي أقوم السجى أقوم السجى عنتاوي أقوم السجى بعدين مرات مراحل يعني مراحل ولا إشي بس ما بكيش ولكن بكيا السجى عندك العنتاوي عنتاوي السجى أي حلقتك أنا طب أنا مش جابني نجافز إخوانك لحالهم بموتوا بلد بقول لك إخواني وين راحت أستاذ خميم وين راحت بعدين عندك بعدية بتعد الباقي وصل بعدية الأبلة طب ما عاد زغول وين موقعه بالأعراب ما عاد زغول صدق ما عاد زغول بقول عقله كمان مش قليلة تنساش شو طلع بيده يسوي طلع بيده يسوي الملايين ما طلع ما سووه يا أخوي عمر ولا شو مش قليل هالشرموط ذكر هو ولا أنثى؟ مين؟ ما عاد أنثى مش ممكن يكون ذكر أنثى يهودية عربية بتحبني حفظ 4 سنين أربع سنين حفظت إيش؟ قلت ما إيش؟ تحبك تحبني أوه ماي جاد 4 سنين قلت ما إيش؟ تحبك اضحك من قلبك اضحك ولا تفرج ولا تفرج بدك نحكي منه ميوت عامله اوف 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 ولا واطي لا اوف اوف ولا واطي اوف ولا شادي يحيى الله يحيى الله عندي حملوني منك طول الوقت ما رد عليك بخوف ما يصير ايش؟ منك ما رد عليك اعطوني بعبوس طول الوقت اللي ما تعرفني فيه اعطيتني على ايش؟ انت والوقت وعمرك ايش؟ اعطيتني انا خايف عليك اصير منك حملوني ايش؟ حملوني منك حملوني منك وغير منك اضحك اي حاجه حملوني منك وايش؟ وغير منك هاي الحقيقه وغير منك هاي الحقيقة زي قصة الذباب اللي أنا في أسد ليش؟ نفس الشيء طلعت محسوبك عمر
أقوى من الأمريكان وأضعف من العرب. محسوبة. الأمريكان سألوا قومي جاب لعنة بنشوفه من الأخ اللي شايفينه إيش؟ من الأخ. الأخ قالوا ما كيس كيس طلوا ما حقول من إيش؟ أسرار شوفوا من إيش؟ كل إيش؟ شوفوا من إيش؟ من أسرار. يا حي الله شيء. لا حي الله. والله يا شيخ حط على فين بس بدي اشوف مخي بحياه بحياه ربي ما اشقى في مشاهدي. ايش بدك تشوف مخك؟ بدي اشوف اللي بتحطه انت. ايش انت بتحبه؟ ايش انت بتحبه ورني؟ يعني انت بتحبه مشان انا ايش؟ شو تجربه؟ يعني. اشوفه افرجيك وش 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 انا بس وريني صورتك انت يعني في صور لك او في حد. ما عندي صوري. وانت بتنيك هاي الصورة وانت بتنيك وانت بتنيك وانت بتنيك لا يا اخوي عمر ايش في مين مفكرني مش وانت بتنيك وريت صورتك وانت بتنيك انا في نفس وريت صورتك وانت بتنيك شوف صورتك وانت بتنيك وانت قاعد وعند حلقة وين شفتها انت وريتني اياها بالذاكرة انت وريتني اياها بال لا يا شرموط انت وريتني اياها كنت مبسوطة بس كنت بتفرج شوفها يا هي لا هذا مش انا هذا فيلم بس انت شبهتني فيه كالعادة بجوز شبه بجوز يعني انا بكون شغلت لك فيلم مسكت راسك وقلت لك انه هذا انا وانت صدقتني بجوز محتمل محتمل انا ما بسبعدها انت مره شفت واحد قلت لي هذا حمودي طلقه حمودي طلقه مستحيل يعني ما بعملها لا والله شفته على التلفزيون برنامج افو انت وكان جاي ولا ستريت كان مش ما عرفتش جاي ولا ستريت ما عرفت ما عرفت صدق والله ما عرفت بس ما وروني وروني ستريت وروك يا ايش؟ ستريت ستريت وروني ستريت ما وروك يا انه لا ما وصل بدون يا حد نصف بعدهم بحبوا ليقوني بعدهم بحبوا اليهود بحبوا اليهود بحبوا ليقوني بحبوا ليقوك بحبوا ليقوني وشو اسمه ويهيجوني بيجوني بس انت مخك اقوى من مخهم لا تهيجوا بالدايق لا بتهيجوا بالدايق لان بتعرف انت انه هم بدهم يضايقوك فانت بتقول لهم ما بدي اعطيكم اللي بدكم اياه يا شرميط وما بدي اتضايق وصلت هيك التفكير ابزت يعني ما تخليهم زي ما بدهم ابزت تسوي وانت طول عمرك ملك الابزت اخوان ملك الابزت ملك الابزت الدنيا كلها عن جد ملك الابزت يعني اكثر انسان شفته بحياتي عكس انت عكس يعني. عكس غريب مش فيني يا شادي مش طبيعي العقدة هاي مين عمل لي اياها اخوانك اخواني معني ما هذا كلام سليم صدق عمل لي اياها مين اخواني اخوانك حط ابزت اخواني عمل لي اياها بعرف مش هذا تروح مش هذا تروح واحد عكسه والثاني ايش زيه تبع هم اثنين عكس بعضهم اثنين عكس بعض اثنين دخلوا الراس اثنين دخلوا الراس نفس الوقت اثنين دخلوا الراس نفس الوقت فصرت ايش؟ ابزت زين مش من المسكين هاي من مش من المسكين من اولادها من 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 شو اسمه من زوجها وسلف من زوجها وسلف على اثنين حظيها مع بعض رحت اثنين ايش؟ صارت دماغي ايش؟ حتى هي تعرف انه دماغي بالعكس حتى هي حتى هي بس عندنا الله بالعكس مين شافها تبع مكان بس مع العلماء الناس يجيبون الألمان يجيبونهم يجيبون اليهود والصينية مش عارف ايش عارف ايش حتى عفوا ايش اني عم تحنوني عرفوا انك أبزت انا عارف انه أبزت ها أبزت هي ها أبزت ها أبزت هي از ما وندرينج مارك يعني ها أبزت هي از يعني تعجب غريب وندرينج مارك وصل بط أبزت وفعلاً بالأبزت كل يقول أقول لك ما بدي أكل كل لا تأكل أقول لك ما بدي أكل أكثر إنسان أبزت مش هيك يعني خبرت لك أقول لك هيك يعني بس فهم بأسلوب تيجي بأسلوب إنه من الآخر ما بدك أول إن أنا مش طبيعي يعني طبيعي وبنفس الوقت طبيعي بس إنه طبيعي بس نفس الوقت أنت أبزت يعني بتمر علي بتمرقها على الواحد إنه طبيعي أنا بس هي مش طبيعي هي أبزت بس وأنا ما بعرف وأنا إيش نبتعه. ما بعرف جميل اخ يا اخوي شادي اخ اخ والله جد هاي عقده نظيفه اخ يا اخوي شادي اخ